كنوز اف ام كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها. اليوم باش نحكيو على شويه نصائح للتخلص من العصبيه مع العيشه والريتم المزروب برشا في حياتنا. فمش كون برشا منا يوليو على اعصابهم والعصبيه عمال تكبر بيهم، وكل ما زاد الريتم يزرب كل ما الستريس والعصبيه تكبر بينا وعنا. من اهم اسباب الغش الزايد والعصبيه هي الضغوطات اليوميه اللي نتعرضوا لها بصفه يوميه بيان سور، واللي ينتج عنها انه الواحد فينا ما عادش منجم يستحمل اي ضغوطات خارجيه. باغ كونتر فما ناس الغش والعصبيه عندهم عاده يوميه، هيك علاش باش نقترح عليكم شويه نصايح تعاونكم باش ترتاحوا من الغش الزايد والنرفزه الزايده اللي تنجم تفسد لنا المود نتاعنا وحتى ساعات علاقاتنا مع اصحابنا والمحيطين بنا. دونك اول حاجه نبداو بها هي تحديد الحاجات اللي قادره انها تغششنا وتنرفزنا. اعمل فيهم ليستا، حطهم قدامك مثلا، اكتب ينرفزني العوج، ينرفزني الكذب، ينرفزني النفاق. ان جماعه هوني في الاستوديو مش مقتنعين. كيف اسمه مزيان؟ لحظه بدا اول حاجه في ليستا كيف اسمه مزيان ينرفزوني كل وش الكل بي. دونك جماعه هوني في الاستوديو بالحق نتصور الرياكسيون هي نفس الرياكسيون تاع الناس في الشارع اللي قاعده تسمع. ديما ما كنتش مقتنعين بحكايه ليستا ونسينا اللي احنا ليستا مهمه تدي قاعد نخدم فيها ليستا. كنت نراقب الرياكسيون على وجهك يا عماد يهديك. مهمه اقسم بالله لن تفكر حتى كلهم في الليستة اللي قالتهم الكل 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 خاطرك انت ماكش واخذ الامور بجديه، امور التنميه البشريه ماكش واخذها بجديه. سينو راك عامل الليستة وراك حلي تابلو وحاطط كل ورقه قدام فرشك ولا قدام بيتك، ومعناها راك نورمال مو منظم. سناني بجيت نقعد هكا كيما اني سناني ولا اكيد اكيد كيف عايزك انا اعطينا الصحيح لان تنرفز تو به. دونك خليهم قدامك الليستة هذيا كتحذير نفسي باش تهيئ روحك انك باش تتعرض للحاجات هذيا اللي تنرفزك الكل في نهارك، ومع ذلك باش تحاول قد ما تنجم انك تتفاداهم وتتمالك اعصابك، ما تنفعلش وما تتغشش. قبل ما تخلي اي حاجه تنرفزك اعطي روحك الوقت الكافي باش تخمم وترد الفعل على اي حاجه تنجم تنرفزك ولا تغزلك. تذكر اللي العصبيه مش باش تحلك حتى مشكل، وانه الموقف اللي نرفزك ماهوش ازلي ولا ابدي ولا ماهوش باش يوفى، اكيد باش يجي وقته يوفى. كل ما يصير موقف ولا حاجه تعرفها تنرفزك حاول اول حاجه تبعد وتتفادى تسمع ولا حتى ترى مصدر الغش نتاعك. ثانيا حاول تكتم الغش نتاعك او على الاقل ما ظهرش اللي قدامك بيان سور اللي انت ما تغشش. وقت التنرفيز والغش حاول تاخذ وقت باش تحكي فيه مع روحك. اي نعم تحكي فيه مع روحك، اقعد وحدك احكي مع روحك شنو هي الحاجه اللي غشتك، شنو هي الحاجه اللي نرفزتك، شنو هي الرياكسيون اللي كانت ممكن تبرد عليك وشنو الحل. وبيان سور لانه الرياكسيون اللي سبق وعملتها حلت لك المشكله ولا زادت على ما بيك، هذا الكل قادر انه يمتص الغضب نتاعك وبالتالي تنقص من العصبيه اللي عندك. كما سبق وقلت لكم العصبيه ناتجه على ضغوطات نفسيه، واللي كي تكثر على العبد سبحان الله ما عادش يحسب حتى شيء قدامه، عينيه تتسكر وما عادش يعرف ايش يقول ولا حتى ايش يعمل، وبعد كده ممكن يندم وهذا يخليه يغلط ياسر مع المحيطين به. دونك ردوا بالنا نحاولوا ديما نصعوا بالنا نمارسوا رياضه، خاطر جينيرالمون الرياضه تعاوننا ان نتنفسوا بالكدا، التنفس نتاعنا يكون عميق، وكي نتنفسوا ونتنفسوا التنفس هذاك يمتص جزء من الغضب نتاعنا، وحتى ولو نراو احنا معناها يعني انتم تراو اللي الاكزرسيس هذا مش حاجه كبيره وما نجمش يعاوننا، لكن ابغي دير ان نتنفسوا بالكدا ان ناخذ وقتنا باش نتنفسوا شهيق زفير شهيق زفير. هذه حاجه بالحق تنجم تعاوننا برشا باش نمتصوا الغضب نتاعنا. حتى مش العميق والتنرفز العميق كيفاش فيه؟ كيفاش؟ التنرفز العميق ما عندوش مبرر هكا ولا دونك هذا هو شويه نصائح ومتومة ديلكم لك كنوز اف ام كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها.